أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الجزائر، السائل ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، أحب الصيام إلى الله هو صيام داود عليه السلام كما جاء في معنى الحديث، ولكن البعض من الناس يقولون نصوم يوم ونفطر يوم بغض النظر عن يوم الجمعة، والبعض يقول صيام يوم وإفطار يوم، فإذا وصلنا إلى الجمعة نفطر، فما رأي فضيلتكم في هذا الصيام؟ لا دخل للجمعة في هذا الصيام، نصوم يوم ونفطر يوم ولو صادف يوم الجمعة، لأنه تابع لصيامه، ولم يقصد يوم الجمعة بمفرده. المكروه هو أن يفرد يوم الجمعة وحده، أما إذا صامه تبعا لصيام كان يصومه فلا حرج عليه. نعم.